نبي نعرف الرفاعيه اللي في حوران سيدي، من هي اشهر عوائلهم واسماء؟ اشهر الرفاعي اخي مكانهم في مولد. اي نعم. الاساس مولد. صح. ثم الغري الشرقي. ايوه. نصيب. صح. الشيخ مسكين. عندك الله يحفظك في غير محافظة درعا، حمص في حماة، في الشام، في دمشق، يعني في كل سورية، كل أنحاء سورية فيها رفاعي. الوالد كان الله يرحمه الديوانيه بالمنصوريه سيد الساسي مساح مرفع وزناب الشرطه، كان يقول الحريريه يرجعوا رفاعيه. الحريريه جدهم برهان الرفاعي اللي هو جدنا. هم احنا والحريريه عيال عم خي البيض. جدهم وجدنا برهان الرفاعي. قدس الله سره. بسالك انا اللي اتذكرهم فروع مع الوالد بحوران سيد سرور الرفاعي بهلول، سيد سرور الرفاعي بهلول جدنا الولد. ايوه ما شاء الله. سيد مطلق المختار، سيد ابو موفق، ما بعرف، سيد عواد، هذول ابو حسين مولد، ابو حسين، ابو مصطفى، ابو الرفاعي، ابو وليد الرفاعي، الشيخ عبد الرحمن. هم اكثر شيء بالغاريه ولا مولد؟ لا مولد كان الحمد لله. حاليا منو يعني كبير الرفاعيه في حوران؟ حاليا اكبر واحد اعتقد ابو الشيخ عبد المجيد، انور عبد المجيد الرفاعي. في سوريا ولا في دولة سورية؟ سوريا. وانت اسمك الكريم عمي؟ انا اسمي ابو قسيم الرفاعي. والنعم الله. الوالد له معهد شرعي في معهد الايمان الشرعي، كثير تخرجوا من عنده طلبه في المنقف بالسبعين، وكان شيخ بشير الزعبي ومحمد. شكرا سيدي ونشكركم. بيض الله وجهك. بعظم الله اجركم المتوفي اليوم. ابن عمنا. اي والله غالب عقله السيد احمد الرفاعي. اي والله. اين كان يعمل؟ كان الله يحفظك في مكان بيع وشراء في الريامي. الله. عنده عيال عمه. رحمه الله الفاتحه والله. الله يكرمك. لا وشك منور انت ما شاء الله. الله يبارك فيك. بذكر الله. الله شكرا. هلا سيدي. الله يجزاك. هذا هو عظم الله اجرنا واجركم.